السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدر تعمل دايمنشن زي ما انت عايز في برنامج سيرفر وموديل تشيكر. مثلا على سبيل المثال هاجي من هنا اقول له انا عايز دايمنشن، وابدا اقول له مثلا من دي هنا مثلا لهنا، تمام؟ فيبدا يعمل لي دايمنشن في المكان دوت. ممكن اقول له من سطح لسطح، يعني اختار السطح دوت واختار السطح دوت، يبدا يعمل لي دايمنشن اهوت. ممكن اقول له مثلا من النقطة دي للنقطة دي هيت. ممكن هتلاقي في اختيارات هنا، لو انت قربت كده هتقول لك مثلا كنترول، هيسألك على اي حاجة اللي انت عايز تعمل لها، مثلا هنا وهنا يبدأ هو يعمل دايمنشن بينهم. ممكن تقول له انا عايز الت، هو يدور لك على نقطة، تمام؟ هيبدأ يركز على نقطة، من النقطة دي مثلا للنقطة دي يبدأ يعمل لك الدايمنشن بينهم.